ساسولو نابولي الدوري الايطالي الدرجه السيري اي واش هذا الجوله الخامسه الجوله 25 وين كانت مباراه كانت في القمه مباراه يعني شاهدنا كيفاش نابولي يعني وين رجع بقوه في الشوط الثاني يعني رغم ان المباراه انتهت ب3-3 لكن نابولي عرف كيفاش يقلب بالطاوله في الدقيقة 90 لكن فرانسيسكو عن طريق ضربة جزاء في الوقت البادل الضائع وين يسجل هدف وين نقولوا بلي شأنه كيفاش ساسولو وين بدا المباراة بقوة يعني ويسجل نقولوا سجل في الشوط الأول يعني وين نيكولا هدف ضد مرماه في الدقيقة 34 في 45 دومينيكو الذي سجل عن طريق ضربة جزاء لصالح ساسولو وين نقولوا بلي ساسولو وين أنهى الشوط الأول بهدفين لهدف رغم أن شأنه كيفاش التعادل بيتور الذي عدل النتيجة لصالح نقولوا عدل النتيجة في الدقيقة 38 دومينيكو الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45 في الشوط الثاني في الشوط الأول وانتهى الشوط الأول بهدفين لهدف شادك باش نابولي وين جوفيني الذي عدل النتيجة في الدقيقة 72 روزانو الذي أضاف الهدف الثالث عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 90 فرانسيسكو وين يسجل الهدف الثالث ويعدي النتيجة لصالح ساسولو في الدقيقة البدل الضائع يعني كانت المباراة مباراة اللي كانت شيقة مباراة اللي شاهدنا فيها شاهدنا كيفاش روبرتو اللي دخل بخطة 4-2-3-1 شاهدنا كيفاش ايفن مدرب تاع نابولي اللي دخل بخطة 4-2-3-1 يعني وين تلعبت المباراة ب 4-2 يعني وين شاهدنا كيفاش كانت المباراة متساوية مباراة كانت متكافئة شاهدنا كيفاش دخول غلام في الدقيقة 73 فوزي غلام اللي دخل في الدقيقة 73 شاهدنا كيفاش اندريا من جانب ساسولو في الحراسة ميراش شنا مارون شنا جيان روجيريو شنا ماكسيم لوبيز اللي لعب دور كبير في هذه المباراة وخرج الدقيقة 85 مانويل فيليب شنا فرانسيسكو دومينيكو يعني وين نقولوا بلي نابولي لاكس في الحراسة جوفيني امير رحماني نيكولا سيد هاس شنا فابيان شنا ديغو شنا بيترو شنا ماتيو شنا روزانو شاهدنا كيفاش فوزي غلام اللي دخل في الشوط الثاني كوستاس اللي دخل الدقيقة 86 ايفل شنا كيفاش تيمو اللي نقولوا بلي رغم ان التغييرات القوية اللي كانت لكن كانت في صالح نابولي وين نقولوا نابولي وين كان منهزم وين قلب الطاولة في الدقيقة 90 عن طريق ضربة جزاء شاهدنا نيكولا ويسجل في الدقيقة 34 شاهدنا كيفاش تعدي النتيجة من بيتر في الدقيقة 38 45 دومينيكو في الدقيقة 45 جوفيني وين عدل النتيجة في الدقيقة 72 روزانو في الدقيقة 90 فرانسيسكو كذلك في الدقيقة البدل الضائع يعني عن طريق ضربة جزاء هذه هي الجولة 25 ساسولو 3 أهداف نابولي 3 أهداف الدوري الإيطالي السيري أي